بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم على برنامج الأدوبي بريمير. هنتعرف إزاي إن إحنا ننزل البرنامج ونتعامل مع الواجهة بتاعته. تمام، هذه المحاضرة الأولى إن شاء الله. بالنسبة لتنزيل البرنامج، عندي المجلد بتاع البرنامج، لو عملت عليه دبل كليك نعمل موافق. هذه صفحة تنزيل البرنامج. هنا طالب مني أن أحدد اللغة، لو حبيت أن أغير اللغة إنجليزي أضع من عربي أو إنجليزي، خليها إنجليزي أضع من عربي. هنا اللوكيشن، حابب أنك تنزل البرنامج في مكان تاني غير السي، بس أنا عشان ننزل عندي البرنامج عامل ديسيبل يعني. المهم دلوقتي بعمل هنا كونتينيو، بينزل معايا البرنامج تمام، يعني مفيش اي مشاكل. النسخة دي مفيش فيها كراك، لا تحتاج الكراك. تمام، بعمل كونتينيو وبكمل عندي الانستول على طول. بعد ما خلص تنزيل ان شاء الله بنرجع معاكم تاني. بعد تنزيل البرنامج وتشغيله، الواجهة الرئيسية عندي بتفتح. اول ما بتفتح بتفتح معايا الواجهة دي. تمام، الواجهة دي في عندي جزئيتين. الجزئية هنا الريسنت، الملفات اللي أنا كنت فاتحها، اللي أنا كنت شغال عليها، البروجكت اللي كنت شغال عليها، المشاريع بتاعتي، أو إن أنا أعمل نيو بروجكت، مشروع جديد. ماشي، وفي عندي هنا كمان إيه، أوبن بروجكت، لو مشروع عندي موجود وبدي أنا أفتحه وأشتغل عليه من أول. طيب إحنا دلوقتي هنعمل نيو بروجكت. هنا عندي في لما بتفتح نفس النيو بروجكت عندي برضو بعض الاعدادات اللي انا حابب ان انا اشتغل فيها. دلوقتي اول حاجة هنا عندي اسم البروجكت اللي انا هشتغل عليه، يعني اسم المشروع اللي انا هشتغل عليه، اشي يكون دال على المشروع. مثلا انا هشتغل على نيو بروجكت. هنا اللوكيشن، انت عايز تحط البرنامج فين فين، فبعمل براوز، بحدد المكان اللي انا عايزه وبنزل فيه. طيب في عندي الجنرال، وفي السكراتش ديسك، وفي الانجست سيتنج. اول حاجه الانجست سيتنج هذه اللي هيشتغل حابب يعمل باك اب على النت، على السحابي، على كلاود. تمام، السكراتش ديسك هذه للملفات التمب، الملفات اللي بينشئها البرنامج في حالة عدم الحفظ. يعني دلوقتي انت قاعد شغال ومش عامل حفظ، فبينشئ ملفات تمب، هذه ملفات مؤقتة تنحسب بعد ايه، بعد اغلاق البرنامج. الملفات دي انه بيحفظ فيها التغييرات اللي انت عاملها على الملف، على البروجكت، ولسه انت ما حفظتهاش على الملف الرئيسي. فهنا هو بيقول لك الملفات التم انت وين بدك تحطها، فاحنا ايش بنخليها في نفس المساق بتاع البرنامج، الملف المشروع بتاعي، الا لو كان عندي انا مشاكل في الهارد، يعني حابب ان ملفات التم هذه لا ما تكونش على الهارد نفسه، على المكان هذا، على السي مثلا او على الدي، مساحة صغيرة عندي، فببدأ ايش اغير فيها من هنا. هنا الجنرال، اول خيار عندي هنا الفيديو ريندنج. دلوقتي هنا الخيار عندي ديسيبل، لان مفيش عندي كارت شاشه خارجي، فدلوقتي هو بيقول لك الريندرنج هيعمله على الكارت الخارجي ولا الكارت الداخلي. بعد كده هنا الفيديو، هنا التايم كود، التايم كود ده المؤقت اللي انت هتستخدمه، انت عامل الفيديو على التايم لاين او على الفيت فريم، ولا على الفيت فريم 35، ولا بالفريم هتشتغل عليه. تمام، هذه الحاجات كلها احنا هنغيرها، يعني تقدر تغيرها بعد انشاء البرنامج عادي. يعني هنا الاوديو، وهنا الكابتشر، هذه التسجيل لو في عندك كاميرا. تمام، الكالر مانجمنت، نوع الالوان اللي بدك تستخدمها. في حاجات احنا هنخليها زي ما هي مش هنغير عليها.
المهم دلوقتي احنا عملنا بروجكت جديد، نيو بروجكت هنا تمام، هنا كابتشر. طيب نعمل كمان فولدر، هاي وهي سيلكت فولدر تمام، هاي اوكي. دلوقتي انا عندي فتح المشروع جديد، اشتغل عند البرنامج تمام. طيب انا عندي كذا ويندو موجوده، الويندو دي كل واحده لها شغل خاص فيها. عندي هنا الويندو بروجكت نيو، هذا عباره عن الويندو اللي بيكون فيها المواد اللي انا بستخدمها في الفيديو، كان صوت كان صور كان فيديو، اي نوع من انواع الملفات المالتي ميديا بنحط هنا. هنا عرض الملفات الافكت كنترول، وفي السورس نو كليب. هنا في السورس ممكن انا اعمل عرض لاي ملف عندي موجود في الماتيريال تمام، قبل ما ادخله على البروجكت عندي على التايم لاين. هنا التايم لاين هذا الخط الزمني بتاعي بتاع المشهد بتاع السيكونس بتاعي، وهنا عرض البروجكت. انا دلوقتي ايش تغيرت عملتها هنا على المشروع، وضفت ملفات جديده على التايم لاين. كل عرض المشروع بتاعي اللي انا هشوفه ولو عملت له اخراج هكون عندي ظاهر هنا تمام. عملية إدراج ملفات المالتي ميديا عندي أكثر من طريقة. دلوقتي في عندي سحب وإدراج، أو دبل كليك هنا على البراوزر واعمل امبورت، او من الفايل واعمل برضه امبورت للملفات تمام. فهنا ممكن بقيت عندي ملفات الفيديو بتاعتي، ممكن اسحبهم زي كده واروح اضيفهم هنا تمام. طبعا هياخدوا معايا شوية وقت، بعد كده ايه بيظهروا، او كنترول زد واعمل هنا دبل كليك وبروح على الفيديوهات بتاعتي، بختار الفيديوهات هنا كنترول ايه، بعمل له برضو هنا اوبن برضو نفس الطريقة، او فايل وامبورت برضه نفس الطريقة. هنا الامبورت هنا الملفات كنت انا مستخدمها قبل كده، يعني بدخل الملفات انا استخدمتهم قبل كده تمام. دلوقتي ان الملفات هي نزلت عندي، في هنا ابرفيو للملف. اول حاجة عندي لو بضغط على الملف بيعطيني بيانات عنده، اسم الملف، الريزوليوشن بتاعه هنا 1920 في 1080، بعد كده هنا التايم بتاعه هنا عبارة عن دقيقة او 46 ثانية، واربعين من الثانية 40 ثانية، وكام فريم هنا 50 فريم. وهنا ايش هنا اللي حكينا عنها البروجريسيف تمام. هنا اخر سطر عندي عن الاوديو، الفيديو اللي بعديه هنا هاي الاسم، هاي الريزوليوشن، التايم بتاعه 19 ثانية، والفريم بتاعه 25 فريم. يعني هنا عندي 50 وهنا عندي 25. طيب دلوقتي انا لما بضيف اي ملف على التايم لاين لازم اكون عامل ايش، منشئ تايم لاين. فعشان انشئ التايم لاين بروح هنا على فايل واعمل له نيو سيكونس تمام. دلوقتي انا هختار هنا، هو معطيني هنا اعدادات تلقائيه،
موجود عندي، الكاميرات موجودة أو أجهزة التسجيل موجودة، فأنا بختار منهم لو عندي مواصفات معينة، أو بروح هنا على ستينج وبختار إيه، بعمل الإعدادات بتاعتي زي ما أنا عايز. إحنا ناخد الـ DSLR ونحط هنا 25 فريم بير سكند، تمام، و720 في فريم سايز، ممكن هنا من ال DSLR ديجيتال ناخد برضه هنا إعداد جهازه 1080، نحط هنا على 25 برضه هيعطيني إعداد جهازه. هنا اسم السيكونس لو حابب إن أنا أغير اسم السيكونس الموجود عندي، مثلا هنا نيو، هاي اوكي. لو ترى عملت هنا انشأت تايم لاين خاص فيا، تمام. طيب لو انا عايز انشئ تايم باعدادات الفيديو اللي عندي، يعني انا عندي فيديو معين عايز انشئ حسب اعداداته هو بدي اعمل التايم لاين، ده بروح على الفيديو مثلا ده 25، تمام، بروح بسحبه كده سحب وبحطه في مكان التايم لاين هنا، سكرت السيكونس كلها، هنا فيو التايم لاين، تمام، بسحبه ده كده، سحبناه، دلوقتي أنا لما سحبته أنشأ لي تايم لاين بنفس إعدادات الفيديو بتاعي. يعني هنا لو رحت على السيكونس أو قائمة السيكونس وحطيت على السيكونس سيتنج هتلاقيه أخد نفس إعداداته، هي 1920 في 1080 والفريم 25، تمام. دوت أنا بديت أضيف فيديوهات على التايم لاين، من هنا أقدر إن أنا أشغل. لو حبيت ان انا اعرض الفيديو قبل ما احطه على التايم لاين ممكن اضيفه هنا وابدا اشغل فيه، هنا مش موجود على التايم لاين، هنا موجود على التايم لاين، تمام. دلوقتي حاجة تانية حابب ان انا اذكرها، اي ويندو عندي انا معلم عليها، شايفين انتوا الداتا ويندو دي انا داخل انا معلم عليها في اطار ازرق حواليها، لو عايز اكبر الويندو بضغط بس ايش حرف فيل، حرف فيل تحت الاسكيب، تمام، انا بضغط عليه ايش بتكبر معايا، بضغط عليه كمان مره بتصغر. هنا على التايم لاين، هاي التايم لاين، هنا الويندو، تمام، هي الضغطه بتكبر وضغطه بتصغر. هنا طبعا التولز بتاعتي اللي انا بستخدمها، هنستخدمها نفرجيكم ازاي احنا ممكن نستخدمها. هنا على التايم لاين في عندي اعدادات زي اي برنامج في الادوبي، بعد عندي الاف ان هو بيسكر خلاص انا ما بقدرش اعمل اي اعدادات، هنا اسمه، تمام، هنا للرؤية انا شايفه لو شايف الفيديو اللي في التراك ده، هنا عندي اكتر من تراك، في واحد في اتنين في تلاتة، لو عندي فيديوهات بدي احطهم فوق طبقات فوق بعض فهو معطيني اكتر من تراك. دلوقتي احنا كل باكج الاوفيس، كل باكج اسف كل باكج الادوبي بيعتمدوا على الليرات، فدلوقتي اللي عندي انا التراكات اللي فوق بعض دي عبارة عن ايه، ليرات، لير في واحد وفي اتنين وفي تلاتة، كل لير فوق التاني بيخفي اللي تحتيه، كل لير فوق التاني بيخفي اللي تحتيه. فأنا دلوقتي لو جبت كمان فيديو وحطيته، نشوف فيديو 25 هاي هنا، لو جبت هنا فيديو وحطيته فوق الفيديو بتاعي هيظهر الفيديو التاني وش الفيديو الأولاني غاية ما يخلص، يعني هنا تمام هيشتغل عندي الفيديو اللي فوق.
كده دخل على الفيديو التاني. ليه؟ لأن الفيديو التاني بدأ من هنا، الفيديو اللي في ال V 1 بدأ من هنا. ليه؟ لأن الفيديو اللي في التراك V 2 فوقيه، فما دام هو فوقيه هو اللي هينعرض، هو اللي هيكون واضح قدامي على الشاشة. التاني شغال فعليا بس شغال في الخلفية، تمام؟ وهنا عندي الصوت نفس الكلام. دلوقتي انا بقدر اعمل هنا ميوت، اعمل صامت للتراك ده، دلوقتي مش هسمع الصوت. تمام، او نخليه هو بس صوته اللي شغال لما بضغط على الاس. دلوقتي لما وصل لغاية هنا فيش صوت ليه تاني، فدلوقتي فيش صوت عندي خالص لأن التراك بتاعه فاضي، فيش فيه حاجة. تمام، هنا لو بدي أضيف كمان أكتر من تراك، بحط هنا عدد التراكات اللي أنا عايزها، يعني لو حطيت 10 20 اللي أنت عايزه. تمام، ممكن هنا عملية الشد، ده أنا لما عايز أكبر التايم لاين في عندي أكتر من طريقة. لو ضغطت على زر الألت وعلى بكرة الماوس هبكبر أو بصغر التايم لاين على أساس إن أنا أكون شايف التايم لاين بشكل كويس، أو عن طريق البار اللي تحت، المؤشر اللي تحت هنا. عملية الحذف ان انا اعلم احط ديليت، عملية القص في عندي هنا المقص لو حطيته في اي مكان اضغط عليه، او لو رحت هنا على اي مكان حطيت المؤشر بتاعي واضغط كنترول. الكنترول مع حرف الكي، تمام، برضه بعمل لي نفس العملية. يعني ممكن استخدم الريزر تول او الشورت كات بتاعها، الكنترول مع حرف الكي، كنترول زد تراجع لو عايز ان انا احسب جزئية زي ما حكينا. هاي ديليت، الفراغ اللي ظهر عندي هنا برضه ممكن اعلمه اعمل برضه ديليت بيضم الاجزاء مع بعض. تمام، دلوقتي هنا انا لو حبيت ان انا اتعرف على الاختصارات الموجوده عندي في البرنامج بروح هنا على ايديت كيبورد شورت كات، هنا كل الاختصارات بتاعتي الموجوده البرنامج، هنا القوائم الموجودة فوق، فايل وهي الإيديت وهي فيو ويندو هيلب، كل الاختصارات الموجودة عندي في البرنامج بلاقيها هنا. لو حبيت إن أنا أعدل عليها بقدر برضه إن أنا أعدل وأعمل اختصارات زي ما أنا عايزها، يعني إيش بيناسبني بعمله. أوكي، دلوقتي الموضوع التاني اللي حبينا نحكي فيه موضوع ضغط الصور والفرق بينهم. دلوقتي انا اضغط هنا دبل كليك وراح اضغط التلات صور دول. عند الصور دول بيختلفوا عن بعض في ايش، ان في صورة بي ان جي، في صورة جي اي اف، وفي صورة جي بي جي. دلوقتي انا حطيت الصورة جي بي جي، حط هنا التلاتة زي ما احنا شايفين دلوقتي، لان الصورة موجودة في اللاير في 2 في التراك في 2، فهي قدام الفيديو على الفيديو اللي تحتيها.
لكن انا لو كانت الصورة اكبر من كده كان ما شفتش الفيديو، بس الفيديو بيكون شغال ورا في الخلفية. تمام، دلوقتي الصورة هنا زي ما احنا شايفين خلفية بيضة موجودة في هذه في صورة الجي بي جي، خلفية بيضة للصورة. طيب انا لو عايز اخلي الخلفية شفافة نستخدم البي ان جي. البي ان جي لو جيت هنا هاي جي بي جي هاي بي ان جي هاي جي اي اف. طيب استخدم الجي اي اف هنا كبرناها شوية حط هنا. دلوقتي انا لو مشتغلش معايا الدايريشن هذا فايش بعمل؟ بعمل هنا زر على الزر اليمين واعمل ايش سبيد دايريشن واعطيه هنا مثلا 10 ثواني. هاي اوكي هنا فرقت معي. طيب دلوقتي السبيد دايريشن بدنا شايف هنا هنا خلفية شفافة. تمام، طب لو حبيت ان اعدل مكان الصورة بعمل عليها دبل كليك. تمام، وبسحبها انا عايز فين احطها تحت هنا يا كلام عظيم. خلفية مش خلفية معلش آسف، صورة باسمي، صورة مع خلفية، صورة بدون خلفية. البي ام جي هذه شكلها انا عامل ليها خلفية بالغلط. خلفيتها شفافة بس البي ان جي بتدعم الشفافية برضو. تمام، الحاجة الأخيرة الإفكت كنترول. الإفكت كنترول دي بتعطيني بعض التأثيرات على الفيديو اللي أنا معلم عليه. أنا الفيديو ده معلم عليه شايفين، بتعطيني بعض التأثيرات زي البوزيشن، السكيل، الروتيشن، الأنكر بوينت، الأنتي فليكر. دلوقتي فيه هنا زي ما فيه هنا تايم لاين، هناك برضو في عندي تايم لاين بقدر احدد النقاط اللي انا هشتغل فيها. يعني هنا مثلا في البوزيشن على التايم لاين هنا في المكان ده عايز احرك الفيديو او مش عايز احرك الفيديو، خلينا نحرك الصورة. احنا هنا صورة جي اي اف، خلينا نبدأ من هنا اهم الكارن الاولاني التايم لاين هنا حركنا هنا سوري خدنا من هنا الصورة اوكي. هاي بوزيشن الماوس مش مساعد معايا. طيب هنا المشغل هاي بدأ يتحرك اللوجو بتاع الاسم. عن طريق الإفكت كنترول. تمام، ممكن أعمل روتيشن يعني هنا برضو على نفسه. نعمل هنا روتيشن
هاي 360 عن طريق الافتر، عن طريق الافكت كنترول بقدر ان انا اتحكم، اعطيه حركة، اعطيه موشن حلو. تمام، في كمان الاوبيسيتي. وبكده احنا نكون انهينا محاضرة النهاردة، وان شاء الله تكون المحاضرة خفيفة وتستفيدوا منها. يعطيكم العافية.